ان شاء الله اليوم غنقدم لكم في شوربه صحيه، حسوه ديال الشعير من بولات الشعير بالاعشاب. عندنا البلبوله ديال الشعير، عندنا ازير، عندنا زعتر، عندنا زعيطره، صانوج، حبرشاد، حلبه، ثوم، ملح وابزار. كناخذوا القليل من كل شويه من هنا من هذه المقادير اللي ذكرت امامكم، وكنديرهم في كموسه. علاش درتهم في كموسه؟ باش ما يسببوش لنا ازعاج فاش كنبداو نشربوا الحساء ديالنا، ما يسببش لنا ازعاج. كان من قبل درت ماء غليان في هذه الطنجره هذه، وغادي نضع هذه الكموسه هذه، قليل من الابزار، الملح حسب الذوق، والبلبوله ديالنا. وما نغطيو عليها شويه، نخلوها من كسه شويه باش ما تفيضش لينا، ونبقاو نحركوا فيها مره مره حتى توجد معانا. مين توجد غادي نرجع معاكم ان شاء الله باش نتابعوا الاعداد ديالها. من بعد ما طابت معانا تقريبا نص ساعه وانا رانا رميله حتى ولات على هذا الشكل هذا، في هذه المرحله هذه يمكن نديروا كميه كبيره ونحبسوا عند في المرحله ديال الطهي، ونقسموها ونديروها في الثلاجه. والقسمه بغيناها كنديروا عليها غير الحليب فقط، وك ساعه كتولي موجوده عندنا بلا ما يوميا نبقاو نطيبوها ولا. دابا غنضيفوا الحليب على تقريبا نصف اتر ديال الحليب المجفف، تقريبا هو اللي كيجي زوين معاه، تيكون شويه خاتر، كي هو اللي كيصلح معاه. واخا تشوفوها عاقده معاكم في الاول اثناء الطهي فاش كتبداو فاش كتوجد وداكشي، ولكن الحليب كيخففها. ومره مره نخرجوا هاد العصاره اللي كاينه في هاد الكموسه ديال الاعشاب باش تطلق هذاك النكهات ديالها داخل هاد الشوربه هادي. صافي غتغلي معانا وتعاود ان شاء الله، ونتلاقاو في عند التقليم ان شاء الله. البنات من بعد ما وجدت معنا الحسوه ديالنا غنقدموها ان شاء الله، كتجي على هذا الشكل هذا، ومجربوها شي حاجه رائعه خصوصا في ظل هاد الظروف اللي كنعيشوها، كتقوي المناعه ديال الجسم. نقدموها مع زيت الزيتون، يمكن إضافة استثنائية اللي بغى يزيد فيها الكمون. نقدمها لكم بالصحة والراحة، نتمنىكم تجربوها إن شاء الله وتردوا عليا الخبر. إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.